بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم